أنا اسمي مجدي، أنا كنت سنة 1974 في أجازة العام الدراسي، فكنت معدي في السكة الجديدة بالصدفة، فوقفت قدام الدكان فقلت لهم أنا عايز أشتغل عندكم. كنت صغير لسه يعني، كان عندي حوالي 12 سنة. تعلمت المهنة، ولأن هي تعلم الصبر وتعلم طولة البال، عشان أنا أمسك خرزانة وأعوج أمشيها على النار وأعوجها وأساويها وألفها زي ما حضراتكم هتشوفوها، ده بتبقى عايزة صبر وعايزة طولة بال وعايزة عصب مع قوة عشان أنا أعوج العصاية زي ما أنا عايزة عشان ما تمزقنيش. أنا شغال في الشماسي يعني تعتبر من زمن الزمن، يعني أنا من سنة 74 وإحنا بدأنا في شغل الشمسية. هو الخرزان أنواع، أولا في نوع اسمه نوع وزيري اللي هي العصاية التخينة اللي هي اللي في ظهري ديت، وفي نوع اسمه سلطاني برضك في ظهري، وفي نوع ملكان أحمر ده بيتعمل للكراسي البامبو، وفي عص سابتان وبلدي اللي هي اللي بيعملوها في المدارس، وفي رتان زي اللي معمول للكرسي دوت، والخرزان دوت مستورد. المهنة ديت مهنة يدوية، المهنة الوحيدة اللي ما دخلتش فيها أي حاجة آلية، كلها يدوي، إن أنا بقعد قدام النار بستحمل ضغط النار عشان أصور الخرزانة العصاية اللي أنا هعوجها وأعرف إزاي إن هي استوت، وأبدأ ألفها لحد ما تتلف معايا وأقوم جاي مظبطها ومشطبها. أنا بحب المهنة دي جدا جدا، هي في دمي. بص حضرتك، حب الحاجة هتحبك، يعني أنا حبيت المهنة ديت وحبتني، لا أنا أقدر أستغنى عنها ولا هي تقدر تستغنى عني. ومن سنة 74 لحد وقتنا هذا ما رحتش أي مهنة تانية إلا المهنة دي، لأن هي في دمي وحبيتها وطولة بالها يعني عايزة طولة بال وعايزة أعصاب وعايزة يعني يكون الواحد جسمه مرتاح يعمل شغلة زي دي.